المعالي والعطوفة والسعادة. الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم. قالوا هناك إنسان ما يجلس تحت شجرة ما، لأن أحدهم غرس هذه الشجرة منذ وقت طويل، ونحن نقول فلنغرس هذه الأشجار من خلال تقديم التعلم والتدريب المتميز الذي يحقق النجاح لمؤسساتنا ويساهم في تخطي المخاطر التي تواجهها ويبني لمستقبل أبنائنا. اسمحوا لي أن أرحب بالسيدة سمر سمارة، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة الباتروس للاستشارات، للتفضل بإلقاء كلمتها. نائب محافظ البنك المركزي الأردني، مندوب معالي المحافظ، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا. يسعدني أن أقف أمامكم اليوم لأرحب بكم في مؤتمر إدارة المخاطر في الهنود، والذي يعقد للمرة الثالثة وفي عامه الثالث والحمد لله، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي الأردني، شاكرين لمعاليه دوما لرعايته الرسمية المستمرة لهذا المؤتمر. لقد جاء انعقاد هذا المؤتمر في هذا العام متزامنا مع أحداث وتغيرات متسارعة في الصناعة المصرفية، منها ما يتعلق في مخاطر الائتمان وتعديل الاحتساب، ومنها ما يتعلق بتعديلات معايير محاسبية لها آثار جوهرية، ومنها ما يتأثر على مخاطر السوق منها وبعض التعديلات الجديدة المقترحة على مخاطر السوق والتشغيل، ولا ننسى الحاكمية المؤسسية والامتثال ودورهم في الحفاظ على سلامة ومتانة جهازنا المصرفي. واسمحوا لي هنا أن أشكر السيد محمد عزم، رئيس إدارة المخاطر في البنك الأردني الكويتي، لدعمه الدائم ومساهمته في الإعداد المميز لهذا المؤتمر. ويسعدني أن أشكر أيضاً بنك الإسكان لرعايته لهذا المؤتمر، لكم جميعاً جزيل الشكر. ومن هذا المنبر أتشرف اليوم بأن أعلن إلى حضراتكم عن بدء مؤسسة الباتروس للاستشارات بتأسيس جمعية إدارة المخاطر في الأردن، Jordan Risk Association Professional، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وآلية الانتساب إليها حال الانتهاء من ذلك. وختاماً، اسمحوا لي أن أشكر عطوفة نائب المحافظ ثانية دكتور عادل شركس على تفضله برعاية هذا المؤتمر نيابة عن معالي محافظ البنك المركزي الأردني، وإنني آمل أن يكون هذا المؤتمر عند حسن تطلعاتكم وأن يتم التحقق من الفائدة المرجوة منه لكم جميعا، وشكرا جزيلا لحضوركم والاستماعكم لنا. شكرا. نرحب بعضوفة الدكتور عادل شركس، مندوب معالي المحافظ، لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنقل تحيات معالي المحافظ للجميع، متمنيا لكم مؤتمرا إن شاء الله قيم ومفيد. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة الباتروس للاستشارات لتنظيمها المؤتمر الثالث لإدارة المخاطر في البنوك لعام 2016. هذا المؤتمر الهام الذي آمل أن يكون فرصة للتباحث وتبادل الآراء في موضوع يعتبر من أهم المواضيع المصرفية، لأن لإدارة المخاطر من دور أساسي وكبير في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي، وبالتالي حماية أموال المودعين وحقوق المساهمين وضمان استمرار قدرة البنوك على تمويل الاحتياجات التمويلية ودعم الاقتصاد. من المعروف للجميع أن الصراع المصرفية تواجه بشكل عام تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة، والأردن أحدهم.
وهنا لابد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، وهذا يكون بتطبيق أولاً قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة، وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك، وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة. إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أهداف البنك من خلال تمكين البنك من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة، وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، مما ينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال البنك وربحيته، مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية، حتى أن البعض لخص عمل البنوك بإدارة المخاطر. لقد بات التشدد في قضايا الامتثال وإدارة المخاطر وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعرف عميلك أمراً ملحاً لتعزيز سلامة العمل المصرفي وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة وما يعرف الآن بالدي ريسكينج، حيث أصبحت هذه المخاطر تهدد بإخراج العديد من البنوك في الدول العربية من السوق المصرفي نتيجة قيام العديد من البنوك العالمية بتخفيض أو إيقاف عملياتها المصرفية مع هذه البنوك، وذلك بفعل كلفة متطلبات الامتثال، مما يتطلب تقوية وظيفة الامتثال في البنوك ورفضها بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة، واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية في المجال، بحيث تبذل دوائر الامتثال نسبياً أكبر الجهود في تيادية العمل المصرفي. إن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارة المخاطر أو إدارات المخاطر والامتثال للبنوك، حيث كان البنك المركزي من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، كما قام خلال العام الحالي بإصدار مشروع تعليمات متطلبات رأس المال ضمن معيار بازل 3، الذي اشتملت على نواحي إيجابية أهمها تعزيز نوعية رؤوس أموال البنوك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال عالية الجودة ذات قدرة عالية على مواجهة المخاطر وانتصاب الخسائر. ثانياً، تطبيق هوامش إضافية على حدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال، وذلك لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة كافة المخاطر التي يمكن التعرض لها بما فيها مخاطر الدولة المالية ومخاطر النظام المالي. هذا وسيقوم البنك المركزي لاحقاً بإصدار الجزء المتعلق بمتطلبات السيولة ضمن معيار بازل 3، وينظر البنك المركزي الأردني لمتطلبات بازل 3 على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك، خاصة في مجال كفاية رأس المال. أما بخصوص تأثير هذه المتطلبات على البنوك في الأردن، فإن وفقا للدراسات التي قامت بها البنوك مشهورة، لأن معظم البنوك في الأردن لن تجد صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة، حيث يتوفر لدى البنوك في الأردن رأس مال عالي جودة يتكون من أسهم عادية ولا يحتوي على دوائر رأس مال غير تقليدية. هذا بالإضافة إلى أنه حد الأدنى لرأس رأس المال المطلوب أكوردنج للبنك المركزي 12% ومعيار بازل 80%، ولكن الأفرج الآن في نهاية 31/12/2015 هو 19.1، فهو أعلى ما هو مطلوب في بازل ومعيار البنك المركزي. أما فيما يتعلق بمتطلبات السيولة في معيار بازل 3، فإننا في المملكة الأردنية الهاشمية ومنذ فترة طويلة نطبق نسب معيارية لمراقبة سيولة البنوك، هذا بالإضافة إلى أن معظم البنوك في الأردن تتمتع بمستويات جيدة من السيولة. وأختصر عشان أطولش، إن تفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك يتطلب توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة عن العملاء، حيث من المتوقع أن يكون لشركة المعلومات الائتمانية التي أطلقناها في 15/12/2015 دور كبير في توفير قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى التي تقدر الائتمان، مما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية، وبحيث يتم اتخاذ القرار الائتماني السليم المبني على تقييم دقيق قدرة العملاء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية بناء على مخاطر العملاء، مما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى البنوك والشركات المالية الأخرى، ويحسن من فرص العملاء خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل.
أما بخصوص إدارة وضبط المخاطر على مستوى كل القطاع المصرفي والمالي، فكما تعلمون أن البنك المركزي أسس دائرة استقرار مالي في عام 2013، تقوم هذه الدائرة بتقييم وضبط هذه المخاطر على المستوى الكلي للبنوك، ويساعدها على تحمل الصدمات، دراسة الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد تتعرض لها، حيث قام البنك المركزي مؤخراً أيضاً بتشكيل لجنة لوضع إطار شامل وفعال لإدارة الأزمات المصرفية، سميناها لجنة الأزمات، وذلك إن شاء الله نحتاجها، وذلك بهدف التقليل من أثار أي أزمة مصرفية محتملة في حال حدوثها لا سمح الله على النظام المصرفي والاقتصاد الأردني بشكل عام. قد جاءت هذه الإشارات بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي في المملكة. في النهاية أتمنى لكم التوفيق في هذا المؤتمر ويحقق المنفعة المرجوة منه، كما أتقدم مرة أخرى بجهد جزيل لكل من ساهم في تقديم هذا المؤتمر. كما أن هذه المسؤولية قانونية.
ومن أجل قيام مجلس الإدارة بواجباته لحماية الشركة من عمل قيادة السائق إنه لا يمكن أن القيام على الأقل من ذلك. أولاً التأكد وتحقق وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة، وهنا أود أن أشير إلى التقارير الدولية التي تنظر إلى هذه المناطق من العالم والسيما في المنطقة العربية عامة الوسطى والمحسوبية. إن وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة تلعب دوراً جوهرياً في تقليل مستوى الوسطى والمحسوبية في أي مجتمع. أتأكد أن أعضاء الإدارة والإدارة التنفيذية لديهم الحد الأدنى من المعرفة والمهارات اللازمة لتمكينهم من لعب دور في حرب وقايمة الفساد والاحتيال. وأعتقد أن واحد مبادئ الكوربريت جوفرنس هي بتأكد على دور بتأكد على كفاءة أو الكواليفيكيشن تبعت أعضاء الإدارة. ثالثاً الإشارة المباشرة على إصلاح السياسات وضع وتنفيذ سياسات للقائمة الفساد والاحتيال. رابعاً الإشراف المباشر على وضع وتنفيذ برامج تدريب سنوية لتمحور موضوعات حول الرقابة الداخلية في قيادة الفساد الحوكمة والنزاهة والتستهدف الإدارة التنفيذية ومتخذي القرار. وأنا أود التنويه هنا بأن مكافحة غسل الأموال هو جزء بسيط جداً من مكافحة ومحاربة الفساد. خامساً توفير لجنة تدقيق أعضائها مستقلين ومعظمهم يتمثل في المعرفة المالية والرقابية والفوائد. لتمكين متخذ القرار من القيام بهذه الواجبات فلا بد من التأكيد على أهمية توفر الفهم الكافي والمهارات اللازمة له ذات الصلة المباشرة بأفضل السبل للوقاية من الفساد. فمن العبث توقع قيام مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بما تم التفاعلات إذا لم تتوفر لديهم القناعة الحقيقية لمحاربة الفساد وتقديم نموذج على ذلك. ونود هنا، وأنا آسف لإطالة بس لكن الأهم، ونود هنا أن نؤكد على الفرق بين المظهر والجوهر في محاربة الفساد بما في ذلك من أهمية بالغة على النتائج المتوقعة. فكثيرا ما يقول لنا أحدهم بأن لديه في المؤسسة أو الشركة كل ما يلزم لمحاربة الفساد والاحتيال مثل مدونة السلوك المهني وأنظمة الرقابة الداخلية وأدلة إجراءات العمل ودائرة التطبيق الداخلي ومدونة حسابات خارجي أو مستقل ولجان عديدة من الإدارة بما في ذلك لجنة التطبيق. ويضيف أيضاً أنه يرسل عدد من الموظفين سنوياً لدورات تدريبية ذات صلة مباشرة لمحاربة الفساد. ثم يطرح علينا السؤال التالي، هل يعتبر هذا برأيكم كافٍ لمحاربة الفساد والوقاية منه وإدارة المخاطر الفعالة وإلى هنالك؟ إن إجابتنا المباشرة عادة هي أن هذا يعتمد، لأننا نفرق بين التصميم وفعالية الأداء. إن وجود مدونة السلوك المهني لا تعني بالضرورة التزام الجميع بها، هذا على فرض أن محتواها كافٍ ومناسب. كما وأنه في معظم الأحيان نجد أن المقصود من أنظمة الرقابة الداخلية هو إدلة إجراءات العمل، وهذا بحد ذاته له تبعات سلبية جداً. كما أن وجود دائرة تدقيق داخلي غير كافٍ للاستنتاج بأن الدائرة مؤهلة فنياً ومستقلة. وأما إرسال العديد من الموظفين سنوياً لدورات تدريبية ذات صلة ففعاليته تعتمد على الموظفين والبيئة الداخلية للمؤسسة أو الشركة. أما وجود مدرب خارجي ففعاليته دوره محدودة جداً، لأن أقل ما يقال في هذا المقام بأن الهدف من التدريب الخارجي هو إبداء التعليم على البيانات المالية التي اعتادت الإدارة وليس انتشار الفساد والاحتيال. أما وجود لجان عديدة لمجلس الإدارة فإن فاعلية هذه اللجان تعتمد على كفاءة أعضائها ومدى وجود سيطرة فرد عضو على مجلس الإدارة. إن البداية الفعالة الفعلية لمحاربة الفساد والاحتيال هي القرار بأنه من الممكن أن تكون الآن حالة فساد أو احتيال تجري في المؤسسة أو الشركة. فهذا يطلق العنان لكل الأسئلة التي بالضرورة تبدأ البحث عن الأجوبة وأفضل السبل الإبداعية للوقاية من هذه الآفة الخطيرة. عند ذلك سيجد متخذ القرار بأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن أبدا إدارته. وعندها أيضا يتم الربط المباشر بين سياسات الوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي، ليصار بعد ذلك إلى بناء بيئة داخلية عمادها القيادة الإدارية النموذج والموظف المؤهل والمدرب والذي يلم تماما بدوره في الوقاية من اكتشاف الفساد. ونود التأكيد هنا بأنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، فما يصبح في هذا البنك ليس بالضرورة أن يصبح في بنك آخر. إن مما يثير الاستغراب هو عندما يخبرك مجلس إدارة أو من في حكمه ويؤكد بدون دليل على أنه لا يوجد لديه فساد أو احتيال، وترى أحد الموظفين لديه لا يعلم لمن يتوجه داخل المؤسسة أو الشركة للإبلاغ عن شبهة احتيالات أو فساد. لذلك توصيتنا تكون دائما بأن القطاع الخاص بما في ذلك الفلوس
عليه دور وواجبات في العمل المنهجي الفعال والمنظم والممسس والقابل للقياس والمحاسبة للوقاية من الفساد، لأن الوقاية دائما خير من العلاج. إننا نعتز بالعلاقة الاستراتيجية مع الأداء في استشارات الأردن، أشكركم وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا. والسلام. شكرا لحسن استماعكم، وأرجو من الجميع التفضل لأخذ استراحة قبل البدء بجلسات المؤتمر. في تكريم لبنك إسكان. تفضل دكتور عادل. شو نساوي عشان إدارة المخاطر إنه